بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعزائي المتتبعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ بالصلاة على الرسول الكريم عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله إلى يوم الدين. اليوم راني مع تلاميذ تاع السنة الثانية متوسط اللي جامي نخليهم. اليوم الدرس تاعنا درس جديد واسمه ability and inability. واش معناتها هذه ability and inability؟ إذا في الدرس تاعنا راح نشوفوا المعنى meaning يعني المعنى and the use. يوس هنا ماشي فيرب، هنا سيتانو، صافي نقراها بصح يوس اللي معناتها الاستعمال. نبداو خطوتنا الاولى اللي هي المعنى يعني الشرح واش معناتها ابيليتي، نكملوها ونروحوا لانابيليتي ثاني نكملوها في المرحله الثانيه. اذا مينين واش معناتها ابيليتي؟ ابيليتي معناتها القدره على فعل شيء ما، الحاجه اللي نقدر نديرها. في لونجلي معناتها الاستطاعة، القدرة، نقولو abilities. I have many abilities، عندي عدة قدرات، نعرف ندير بزاف حاجات. اوكي نروحو الاستعمال the use اللي يبان لنا في أمثلة. الو هنا ركزوا معايا مليح مليح. I can ride a bike، أنا نقدر أستطيع أقدر أني نركب بايك، معناتها الفيلو البيسيكلات. اوكي so I can ride a bike. She can sing in English، هي تقدر تغني بالانجلي. We can speak English، حنا نقدروا نهضروا انجلي. واش تلاحظوا معايا؟ كاين واحد الكلمه راهي تتعاود كيما العربيه، شوفوا نقدر نركب، هي تقدر تغني اون انجلي، حنا نقدروا. تلاحظوا بلي عندنا نقدر، نقدر، استطيع، استطيع، استطيع. اذا الانجلي هذه استطيع، استطيع هي can. اوكي can هذه كان نستعملها، تبعوا معايا مليح مليح، نستعملها مع جميع الضمائر I ولا شي ولا وي. ركزوا لي مليح في الشي، ما درنا لهاش الاس، شتو معناتها تجي مع جميع الضمائر وما نمسوهاش، ما نزيدوش فيها الاس مهما كان الضمير سينغولي ولا بلوريال، شي ولا هي ولا اي، ما نمسوهاش، تقعد لي كان. اوكي والفيرب اللي يجي موراها ثاني راح يكون ستام. واش معناتها ستام؟ معناتها راح يبقى في الانفينيتيف. هي كانت she sings in English، نحينا ذاك الاس، كي دخلت الكان يبقى لي هنا ستام. اوكي يعني مالغري شي ما كاش اس هنا وما كاش اس هنا، ما من دير هي ما كاش اس هنا وما كاش اس هنا، كل شيء يطير كي تحضر، كي تحضر بلوتو باردون، كي تحضر كان الاس هذوك كامل يروحوا ما نحتاجوهمش. اوكي نعاود لكم، كي تكون عندي كان راح نستعملها مع جميع الضمائر ودائما يكون موراها الانفينيتيف ذا ستام ان انجلش، نقولوا ستام هكذا. خلاص فهمناها صح؟ علاش راني نهضر ونعاود؟ لخاطرش معظم واش راح يجينا في الفصل الاول مبازي بزاف على هذا الدرس، لازم تفهموه مليح مليح مليح. الو في العربيه كي نقول لك نقدر، نقدر، استطيع، العكس تاعها هي لا استطيع، ما نقدرش. نروحو نشوفوها اون انجلي. فوالا العكس تاع ability هو inability، زدنا لها the prefix، زدنا لها prefix en هذا in، سو تولي لنا inability. inability اكو عرفتوها معناتها عدم القدره على فعل شيء ما، معناتها ما نقدرش، ما نعرفش ندير هكا ولا هكا، ما نقدرش ندير كذا وكذا. الو شوفوها في الامثله وانتم خرجوا لي الخلاصه. I can't lift weights، ما نقدرش، ما نعرفش نرفد، ما نقدرش نرفد الاثقال. شتو الرياضه تاع رفع الاثقال؟ انا ما نعرفهاش، ما نعرفش نلعبها، سنقول I can't. شوف فيها تجي خشينه، نقولش I can't، نقولو I can't. I can't lift weights. She can't cook، هي ما تعرفش، ما تقدرش طيب، ما تعرفش طيب. We can't ride a camel، حنا ما نعرفوش نركبو جمل. كامل هذه ماشي واحد اسمه كامل، لا سي كامل الجمل. اذا واش تلاحظوا هنا وشنو هي الكلمه المستعمله باش نعبر على اني ما نقدرش ولا حنا ما نقدروش؟ هي كانت، يعني كان تاع مقبل زدنا لها ابوستروفي اند تي تاع النيجيشن، هذا تاع لا بروف تاع النيجاتيف فورم. هكا دونك ابيليتي نخدم بالكان، انابيليتي راكو عرفتوا نخدموا بالكانت. اسكو راح تتبدل كانت مع اختلاف الضمائر؟ شوفوا مليح، هي هي مع اي كانت، مع الشي كانت، جات الاس لا لا، مع الوي ما كان حتى اختلاف. شوفوا لي موراها اسكو مصرف ولا ستام؟ برافو ستام، يعني كي تحضر كان ولا كانت توجور اللي يجي موراهم يكون ستام
ويتخدموهما مع جميع الضمائر بدون إضافات. اتفقنا؟ إذا خلاصة اللي وصلنا لها مع بعض هي ability نستعمل can, inability نستعمل count, وتوجور هنا plus stem. plus stem يعني en français نقولوا لي radical. الانفينيتيف ما تزيدوا له لا اس لا والو, ما تزيدوا له والو والو والو, ما تمسوهاش خلاص. هكا نمروا الان شويه تمارين لي من الكتاب, هكا تشاركوا لي مليح في القسم باذن الله. يلا معايا هذا التمرين راح نورمالمون هذا التعليم قالك I work with a group of three partners, يعني راح نخدم مع جروب تاع ثلاثه زملائي. I ask each one of them the following questions to know about things they can or can't do. نخدم في جروب تاع ثلاثة ونبقى نسقسي فيهم, ها هو زميلي الأول, زميلي الثاني, زميلي الثالث. أوكي, اسكو تقدر هكا, وندير yes no yes no yes no على حساب أجوبتهم ونخدمو, ومن بعد جمل. أوكي, نخدمو بهم but. but يعني ولكن, هاي ليك هنا ندخل فيهم but, يعني مثلا نحكم زعما زميلي الاول واسمو احمد, نقولو can you ride a camel احمد, can you ride a camel, اسكو تعرف تركب جمل, هو يقول لي yes. can you ride a horse, يقول لي no. صافي انا نطمهم, واش نقول احمد can ride a camel but he can't ride a horse. يا اخي زيدو, زعما عندنا طفله اسمها امينه, نقولها Can you run for half an hour? تقدري تجري نص ساعة كاملة بلا ما تحبسي في حصة رياضة ولا غيرها؟ تقول لي yes. ومن بعد Can you run a marathon? اسكو تقدري تجري في الماراثون؟ تقول لي no. صافي واش نقول انا, نطمهم في جملة طويلة complex sentence, نقول أمينة can run for half an hour but she can't run a marathon. اوكي, but هذه معناتها ولكن. شفتوا كيفاه كي نفهم الدرس نولي نقدر نطم جمل, ومن بعد نديروا جمل على روحتين. نقعدوا دائما مع abilities and inabilities ونروحوا نشوفوا تسميات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه, باسكو ما يقدروش يسمعوا مليح, ما يقدروش يتحركوا مليح, ما يقدروش يهضروا مليح. نتعلموا هذه الكلمات وراهي تابعه للصفحه 31. اوكي, نتعلموهم من الفوق ومن بعد نعاودوا نهبطوا نسميو هذوما. لا بسم الله نكملوا التمرين. قالك the physical disabilities, لا قدرات الفيزيائيه, or impaired يعني handicaps. اوكي, نتعلموهم in English. قالك I match, نربط each definition, نربط كل تعريف explanation with the corresponding words. هنا عندنا الشرح وهنا عندنا التسمية. الوغ داروا لنا وحدة قالك a person who can't a person who can't walk, الشخص الذي لا يستطيع المشي, walk هو لو فيرب مارشي, واسمه a paraplegic person. A person who can't walk, هنا نديرو is a paraplegic person. For example, هنايا where is the paraplegic person, هذا ما يسمعش مليح, هاوليك ما يقدرش يمشي. So this is a paraplegic person, نكتبوها هنايا. اوكي, نعاودو نرجعو لها. نروحو a person who can't see, to see c'est le verbe voir, لا يبصر. A person who can't see, is it a deaf person, no. A speech impaired, no. Speech فيها الهضرة. Visually البصر, ايه بصح هذا نزيدو نشوفو, هذا ما يشوفش مليح, حنا نحوسو ما يشوفش كاع. Can't see يعني ما يشوفش اطلاقا. اوكي, it is ولا he is ولا she is a blind person, he or she is a blind person. A person who can't speak, يعني كي نشوفو can't speak يعني ما يهدرش كاع, باسكو دوكم بعد نشوفو ما يهدرش مليح, هذا ما يهدرش كامل والو. اوكي, a person who can't speak. شوفوا معايا لا تعرفوها, هذو من بعد حفظوهم. اوكي, he or she is a dumb person. Dumb person, هنا ما نقراش لو بي, قلنا لو بي كي يجي مور الام يكون silent B, silent B, we don't pronounce the letter B, dumb person. A person who can't hear يعني السمع, ما يسمعش كامل, he is a deaf person.
بعد نتوما كتبوهم منظمين، ديروا علامه يساوي وسيحفظوا لو ماكسيموم. هادو اللي ما يشوفش كاع، ما يهدرش كاع، ما يسمعش كاع 0%. كاين اشخاص يشوفوا مي ما يشوفوش مليح، كيما هذا a person who can't see well. كي تشوفوا well معناتها جيدا. اوكي a person who can't see well هو الشخص الذي لا يرى جيدا، دونك عنده problem. هذوك problem واسمهم impaired، كاينك شغل نقص في الرؤية visually. he is a visually impaired person. فوالا ما يقدرش يشوف visually impaired. ركزوا لي على هذه impaired معناتها كاين نقص. زيد a person who can't hear، شفنا hear هنا ما يسمعش كاع deaf person، وهنا ما يسمعش جيدا he can't hear well so he is a hearing impaired person. فوالا a person who can't speak well ما يهدرش جيدا، ما يهدرش مليح، يتلعثم ولا عنده مشاكل في النطق so he is a speech impaired person. نربطوها وحنا كملنا التمرين. كي تحفظوا هذوما لو ماكسيموم نروحو نديرو هذا. الوغ هذه اللي ما يسمعوش كامل، ما يهدروش كامل، دونك هنا هذا الهضره سي هذه لغه الايدي. اوكي سو مع من تكون، لمن تكون، هي في الحقيقه تكون لشخصين، تكون الانسان اللي ما يسمعش والانسان اللي ما يسمعش والانسان اللي ما يتكلمش، هو اللي يستعمل هذه اللغه لغه الاشارات. اوكي سو نكتبوهم داف، هنا عندنا deaf and or قلنا dumb ما نقراش لو بي person. اوكي هذا واش عنده مشكل؟ عنده مشكل ما يتمشاش، ما يمشيش، لا يستطيع المشي. so a person who can't walk is a paraplegic. paraplegic كما حنا نقولو paralysé en français. paraplegic person. A paraplegic person. اوكي كتبو person. هذه هي تسمع، شوفوا تسمع شغل قالت لك عاود لي، دونك ما تسمعش مليح. اوكي سو نحوسو تاع ما تسمعش مليح a person، هاي ليك a person who can't hear well so a hearing impaired person. اوكي نكتبوها هنايا a hearing impaired يعني مخصوصة في السمع. impaired سمحوا لي على الخط كي نكتب قلم الرصاص شوية خشين ما يخرجش الخط شباب. هذا الإنسان شوفوه مليح عنده نظارات يعني ما يشوفش مليح وعنده العصا نستعملها الأشخاص فاقدي البصر. so الأشخاص فاقدي البصر نقولوا a person who can't see. he can't see مادام استعمل العصا معناتها ما يشوفش كاع، ما نديرش هذه who can't see well، لا ما يشوفش كامل. so a person who can't see is a blind person. نكتب هنا a blind person. اوكي تكتبوا هنايا person. فوالا هذه هي عندنا ملاحظه هنا مهمه جدا داخله في الاخلاق في الاحترام. قالك it is better today to call a disabled or handicapped person. ما نقولوش handicapped person، نقولو a person with physical impairment or he or she is physically impaired. يعني كيما اللغه العربيه ما نقولوش انسان معاق، نقولو انسان ذو احتياجات خاصه. هكا وليداتي الاحترام هو اساس كل العلاقات في هذا العالم. تحبوا تعيشوا ملاح احترموا الناس، كي تحترموا الناس يحترموكم تعيشوا سعداء. نخليكم هنا في امان الله وحفظه ورعايته، تهلاو في روحكم وفي والديكم، وما تنساونيش بدعائكم، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع زملائكم مع اصحابكم، وسلام.